اللي هو مش تقليدي ومش تفكير اللي هو داخل الصندوق زي أي مطعم إنه أنا خلص أعمل شفت أي مشروع ناجح وبدي أقلده. لا هو خارج الصندوق. العزبة هي كمطعم وجبات إفطار خميس يوم جمعة سبت وحد ثلاث أيام في الأسبوع، لأنه أنا باقي الأسبوع أنا بشتغل بعلم في البلاد في القدس في كتير مناطق بعلم أجبان. أنا تعلمت الموضوع ومعي مؤهلة شهادات مؤهلة مني وزارة الصحة ووزارة العمل، فبحب شغلي بحب اللي أنا بقدمه. وإجت كيف بلشت بهذا المشروع؟ شو سويتي فيها؟ كيف حولتي من أرض خلينا نقول أرض يعني بين أراضي فارغة بالمكر اللي هي جنب عكا حولتيها لجنة كلها خضار ورد؟ الإشي بيعود كمان لزوجي كل كمان هو يعطيه العافية اللي هو بيساعدني ودعمني. فالإشي فكرة إنه بدنا واحد يهرب من ضجيج الحياة من تعب الحياة إنه يطلع هيك جمعة سبت من ضغط الدنيا ضغط الحياة لهدوء الأسبوع آخر الأسبوع. فبدينا بهاي الفكرة إنه تعالوا نلاقي لنا محل نهرب إله نقعد نلاقي إشي صحي بعيد عن السموم اللي بناكلها كل نهار والجانك فود إنه كل شيء بتاخديه من غير أي إشي، يعني الخضروات من الأرض، الحليب اللي إحنا منجيبه من البقر طوالي حليب مصرح من وزارة الزراعة والصحة، فكل شيء نظيف كل شيء مرتب. أهم شيء إنك من غير مواد حافظة من غير مواد مهدرجة، من يعني جبن أنا بعمله في المحل إسا بتشوفي بعمل ورشات في المحل، ورشات أجبان ورشات فواكه. اليوم نحكي خلينا نقول للعمل المرأة في مجتمعنا العربي، قديش المرأة بتقدر تعمل شغل، بتقدر تبني شغل، تبني تفوت مدخول على البيت وجوزها يساندها بهذا الإشي إنه مرتي بحق لها تعمل مشروع. هذا كانت رسالتي في أول مشروعي اللي هو ورشات شمس قبل ما أكون أجبان شمس. ورشات شمس اللي إنه أنا كناشطة اجتماعية في بلدي عكا نساء تسألني إيش بنقدر نشتغل في فترة الكورونا، إحنا بدينا فطلعنا على الكأس المليان مش على الكأس الفارغ، إنه إحنا قعدنا في الدار وما فيش إشي نشتغله. فطلعنا إنه تعالوا أعملوا ورشات خلال أربع ساعات أنت بتتعلموا ورشة وبتقدر تشتغلوا فيها من قلب داخل البيت وفي أقل الأسعار. يعني لما أجي أنا بقول لهم تعالوا تعلموا ورشة أجبان خلال أربع ساعات أنت عندك مهنة بتقدر تطلع منها تشتغلي تعملي منها انه تبيعي بقلب البيت خلال وقتك الفاضي خلال ساعتك المريحة إليك بأقل التكاليف، قديش بتكلف الورشة مبلغ جدا ضئيل مع المواد اللي انت بدك تبدي فيها كمشروع لبيتك كمهنة، فمن مبلغ ضئيل انت بتقدر تعملي مشروع اللي هو كبير في قلب بيتك بقلب صحة بين أولادك، انت بتكوني مرتاحة. حتى لو مش تبدي مشروع كبرنامج صحي لأولادك إنك أنت تعمل الجبن في البيت كتير مميز أطيب أزكى كل شيء أنظف، أنت عارفة إيش المواد اللي عم تستعمليها بالآخر. شو الصعوبات اللي واجهتها شمس لحد ما وصلت لهون؟ أكيد مش بالهوين فتحتي كل هاد وتربية خمس أولاد، احكي لي عن صعوبات بتربية خمس أولاد، ورشات عمل بعيدة خلينا نقول مسافات سفر أيضا من عكا للقدس لبلاد كتيرة، كداش الصعوبة وشو الأشياء اللي مرقتي فيها؟ الصعوبات كتير لأنه أنا إنسانة اللي صح أنا اجتماعية بحب السفر بحب الناس، بس أنا بحب كمان بيتي بحب أولادي، فكتير بأثر فيي لما أنا بتركهن فترة طويلة مرات بقعدش بحكي معهن. أنا عندي كتير مهم إنه هاي الزاوية نقعد أحكي أنا وابني أنا وبنتي إنه نقعد نسمع وأسمع، فمرات بلاقيها كتير صعبة إنه أنا عم بفقدها مرات، بس برجع بضبها هاي القصص وبرجع بحكيهن لو على التليفون ماما شو عملتوا اليوم شو كل شيء تمام شو مرقتوا اليوم، إنه كمان الأولاد كبروا عندي الولد شاب عمره 22 سنة 21 سنة، فمش دائما بنشوف بعض بس على الأقل تليفون كل شيء تمام مرقت اليوم كل شيء تمام. البنت بتتعلم كمان الحمد لله هندسة مهندسة حواسيب شيء مبرمجة كمان، فكتير الإشي بأثر إنه أنا مش معهن كل الوقت بس في تواصل كل الوقت وحاسة حالي
قديش اليوم مهم دعم العيلة، دعم أولادك، دعم زوجك؟ ودعم أهلي حوالي كمان الحمد لله، إخوتي، أمي، يعني الله يطول في عمرها، الوالدة كل الوقت معي بتسندني. إنه روحوا لأولادي لقوا هاي الزاوية الحامية اللي شوية عم بمرات بيلاقوهاش بالبيت، بعوضوها عند الوالدة الله يطول بعمرها. فكتير الإشي بيعوض شوية، ما فيش إشي بعوض عن الأم، بس إنه بيلاقوها هاي الزاوية. هي أنا ماما عند تيتا تخفيش، هي أنا كل شي تمام، برنولي كل وقت ألو ماما وينك، كل شي تمام. طموح القادم بعد إقامة عزبة شمس؟ واحد أنا عندي، أنا بالنسبة إلي فيش حدود للأحلام عندي، فبديت بورشات شمس، وبحبش دايما بقول لهم بحبش احمل اكثر من بطيخه، فانت لما بتحملي اكثر من بطيخه الا لا توقع منك، وف الا لا ما تنجحيش. فانت اهتمي بموضوع اللي انت اختصيتي فيه. انا بيجي بيقولوا لي تعالي اعملي ورشات تانية، لا انا مختصه اجبان، انا بحبش اي موضوع تاني، انا مختصه اجبان. فانا صح تعلمت 3 سنين في موضوع الاجبان، بس انا مش حاسه انه انا استكفيت بهذا التعليم. فأنا حلمي أنه أوصل لأكتر من هيك كمدربة عالمية للأجبان، فهذا اللي أنا عم بطمح لإله، أنه أنا أتعلم أكتر من موضوع الأجبان، أتخصص أكتر من موضوع الأجبان، لأوصل لأنه المدربة شمس العالمية. مجتمعنا بعرف قديش القيمة الغذائية اللي موجودة في الأجبان، هي كمان أهم، أنه في أجباننا وأغلبية أكلنا اللي هو مش طبيعي، فكتير مهم أنه نعرف ندور على الأجبان اللي هي من مصدر طبيعي، من مصدر موثوق، من مصادر اللي هي حليب بحت، مش إنه فيها مدخلها حليب الناشف والزيوت المهدرجة. ويحسوا بالفرق بين الأكل المصنع أو الأجبان المصنعة والأجبان الطبيعية. فلما بوصلوا لعنا العزبة ويدوقوا الأجبان الطبيعية وبقولوا لي هاي طعمة جبنة وهي طعمة جبنة، فبتحسي انه هاي في الطعمة بالملوحة، بالجودة الجبن، يعني كيف ما بتاكلي بالجبن، حتى بالجنون اللي انا بفوته بالجبن، فبتلاقوهاش بالاسواق. فهذا اللي انا بدي اوصله.